تبقى مجبورة مجبر أخاك لبطل بهالحالة، يعني ما عندها أي حل آخر. الخيانة الخيانة حسيتي فيها سالي؟ حدا؟ عمري ما تخنت على علمي. لا معيب عليك، انا كنت بعمل اختبارات وانا عبيطه. بتعملي اختبارات؟ ملكه الفيك اكونتس، اخش اكلمه من كل الاكونت انا وانا هزهق. تعال يعني انا كذا حد من صحابي متجوزين لما اقعد مع جوزها وكده بيحبوني قوي، يعني فاهمه كل واحده وجوزها مش عارف يقول لها سالي هتسيبي سالي، حتى هم ما يغيروش مني يقول لك سالي هيقعد مع سالي، ان شاء الله اقعد معاهم في بيت سالي سالي عبد السلام امان. فيجي يقول لي عارفه يا سالي مش تتجوزي ليه؟ اقول له ليه يا احمد؟ بس يقول لي بيكوز يو نو تو ماتش، انت عارفه كتير قوي. يعني انا عارفه العيب الرجال، انا بحس ان انا شبههم في الحتت دي، يعني انا ممكن من كتر ما كان عندي اصحاب رجاله كتير عارفه بيعملوا ايه، يعني ممكن اقعد اضحك، يعني انا عارفه مثلا البصه دي معناها ايه، عارفه ان هو كده بيكلم واحده تانيه، ممكن اعمل فيك اكونت واخش اكلمه، ممكن اقفشه وما اقولهاش. شو بتفتكري اي ضربه عملتي بحد وقفشتيه مظبوط؟ عملتي ايه؟ حد من كان متجوز صاحبتي وقفشته في مكان مع واحده، فببص له كده معقول يا محمد يعني ايه؟ قال لي انت ما شفتنيش. فسيبته خالص طول اليوم وبتاع، كلمته تاني يوم في التليفون اقول لها اي لا مش عارفه، قلت له طب انا هقول لك على حاجه، انا هسيبك المره دي مش عشان حاجه، عشان انا مش عايز اخرب على صاحبتي، مش عايز صاحبتي تبقى حزينه، او مش عايز صاحبتي ان هي تقعد تفكر طب اطلق ولا ما اطلقش، بس قسما بربي يا محمد لو شفتك في مره تاني والله ما هسيبك، والله لا اعمل لك زفه بلدي. ان شاء الله محمد ومراته ما يكونوا عم يحضروك الليل. لا انا خفت عليك. لا من ساعتها محمد ماشي الف. لا انا بعرف اقفشه بقعد اضحك، يعني ممكن يجي يحكي لي. هلا كم وحده من صاحباتك مزوجه حدا اسمه محمد؟ لا كتير. خلص كله رح يكلمه. خمسه سته مثلا. كلهم حيكلموك. محمد اللي قصدك عليه، لا انت محمد كويس يا حبيبتي. عينيتي سالي من غيرة صديقات على ازواجهم على اصحابهم؟ لا خالص، اصل انا من النوع اللي بتطمنيها. انا بحب اطمن اللي حواليا. انا جدا يعني مش هخلي واحده تغير مني تيجي تقول لك كده هي فاكره نفسها ايه خالص، تيجي تقول لك سالي دي شخصيه ما حصلتش، يعني سالي دي ازاي حد يبقى شكله حلو الحمد لله يعني مقبول وشخصيته حلوه كده. انا دايما بتعمد ده. طب انت ضامنه نفسك؟ تغير مني لا. ضامنه نفسك بس الزوج الاخر او زوج صاحبك تضمني؟ جوز صاحبتي لا، ما هو انت اللي بتخلي الراجل يتعامل معاكي بالطريقه اللي انت عايزاها، انا ممكن كيف؟ اخلي راجل يعني العين زايغه بتقدري تغيري له؟ طبعا. بتهزر معايا انا؟ عينك هتزوغ عليا انا؟ لا يعني فوق عشان ما فوقكش، في كذا طريقه انك ممكن تفوق بيها، في لا ما هنهزر يعني لا، لو انا قاعده محترمه نفسي بقول كلام محترم ولكل مقام مقال زي ما بيقولوا، وقاعده واخده بالي من نفسي وخايفه على نفسي وعارفه ان انا محترمه وبنت عيله، محدش عارف يتكلم معايا كلمه ما تعجبنيش، وحتى لو عمل كده هيجي يتاسف، يعني حتى لو نفسه غرغرت بيه وغلط بساعه تخلي بساعه تجلي انا غلطت يا اخي هيجي يعتذر يعني.